الرئيس طالب بدراسة هذا الأمر في إطار تخفيف الحضور للمدارس، بحيث إن الأولوية كلها تكون للسيدة اللي عندها أولاد في المدارس. عايزين نفهم أكتر السيناريوهات المحتملة اللي ممكن تبقى مطروحة على الساحة، أو إيه اللي نقدر نعمله. نشوف كلمة الرئيس اللي أكد فيها على الكلام ده، ونرجع نشوف مقترحاتنا. الدولة بذلت جهد كبير جدا في كل الموضوعات اللي بيتم طرحها دلوقتي أو طرحت النهارده، لكن عملية إنجاح الجهد ده هو جهد مشترك بين الدولة وبين المواطنين. يعني النهارده اللي تم طرحه ده، إن ما كانش في الثقة من جانب الناس في اللي احنا عاملينه، عاملين حاجة عظيمة قوي قوي، ويحاولوا ينجحوا الفكرة معانا، هيبقى إيد واحدة اللي بتسقف، ولا أنا مش واخد بالي بالظبط. دي نقطة. النقطة التانية، أنا بس عايز أقول، بما إن احنا قلنا إن هيبقى في طلبة بتدرس في البيت، فده وضع مش يعني، في أسر بتشتغل وكانت دايما مرتبة نفسها على إن هي موجودة وفي الشغل يعني، وبعدين وهم راجعين من شغلهم يجيبوا ابنهم أو بنتهم أو يستقبلوه لو كان في خلص مدرسته. دلوقتي هيبقى في يومين أو ثلاثة الطالب ده قاعد في البيت. انا ممكن ما كنتش شرحت الكلمه ديت، لكن احنا مش من طبيعينا ان احنا نعمل كده. وبقول للدكتور مصطفى الموضوع ده محتاج يدرس مننا، هل نقدر نعمل للمراه العامله حاجه للموضوع ده؟ ندرسه، نقدر ندرسه، ان احنا نقول ما احنا زي ما خفضنا الاعداد ديت اللي بتوصل للمدارس، ما احنا ممكن برضو في اطار ان احنا مخفضين الاعداد اللي بتبقى حاضره في الشغل، ان احنا نقول الاولويه هنا هتبقى للسيده اللي هي عندها أولاد في المدارس. معايا على التليفون دكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة. دكتورة رانيا مساء الخير. مساء النور يا فندم، أهلا وسهلا. برحب بحضرتك. يعني الحقيقة أنا منبهرة بأنه سيادة الرئيس بالرغم كل مشاغله وكل مشاكله، إلا أنه هو يعني ألقى نظرة على الأم اللي هتبقى عندها مشكلة أن الأولاد قاعدين يومين، بيروحوا يومين فقط المدرسة وقاعدين بقية الأيام، أو بيروحوا ثلاثة وبيقعدوا يومين. فيعني تعليق حضرتك إيه على اهتمامه بأدق التفاصيل اللي بتشغل حياتنا أو البيت المصري؟ يعني طبعا حضرتك احنا مهما نقول من كلمات شكر وتقدير لفخامة الرئيس، فهي لا تكفي اهتمامه وحرصه الشديد. وزي ما سيادة الرئيس قبل كده قال ان هو وزير المرأة وناصرها، فالحقيقة يعني يوم بعد يوم سيادة الرئيس بيأكد لنا ان هو بالفعل وزير المرأة وناصرها، ويعني كل ما تحقق من مكتسبات لصالح المرأة المصرية خلال الفترة اللي فاتت، الحقيقة كل ده بيبرهن على يعني حرصه الشديد واهتمامه بالمرأة وملف المرأة بشكل عام. ولكن حضرتك زي ما ذكرتي يعني أدق التفاصيل، واللي ممكن الست المصرية لسه ما طرحتش ده، ويمكن لسه ما عانتش من هذه المسألة، لكن سيادة الرئيس يعني أدى هذا الموضوع ويعني طرح هذا الأمر علشان خاطر تبدأ الحكومة تفكر وتشوف إيه السيناريوهات المتوقعة خلال الفترة اللي جاية، علشان خاطر الست المصرية ما تعانيش من الوضع الموجود دلوقتي. فقد إيه سيادة الرئيس الحقيقة مهتم بكافة التفاصيل، قد ايه حريص على الأسرة المصرية، قد ايه حريص على المرأة المصرية العاملة، وده اهتمام من الدولة بالمرأة العاملة وتشجيع للمرأة ان هي تبقى دايما حريصة، زي ما بنبقى يعني بنتكلم على استمرارية البيت والحفاظ على الأسرة باعتبارها نواة المجتمع، كمان المرأة العاملة، وان احنا يبقى عندنا الست المصرية دايما يعني فخورين بيها في كافة المجالات، وانها تبقى دايما بتشتغل. فده بيأكد قد ايه الدولة المصرية حريصة على اولادها وحريصة على ابنائها، وان سيادة الرئيس فعلا يعني ونعم الاب لكل ستة مصرية ولكل الدولة المصرية. ولكن طبعا كل تقديرنا يعني للمرأة المصرية وباسم المرأة المصرية طبعا يعني تقدير خاص. دكتورة رانيا، هل هيكون في توصيات من المجلس القومي للمرأة بخصوص هذا الموضوع؟ حضرتك التواصل بقى ما بين المجلس القومي للمرأة ومجلس الوزراء ان شاء الله في طرح اي افكار، ولكن يعني احنا يعني الشرارة اطلقت بالفعل من سيادة الرئيس، وان شاء الله باذن الله يعني طالما سيادة الرئيس متبني هذا الامر، اعتقد ان شاء الله باذن الله هيكون في حلول يعني جدية ومرضية لكل ست مصرية بتشتغل وولادها يبقوا قاعدين،
وحضرتك عارفه ان في كتير من الستات اللي بيبقوا عارفين ان يعني عاملين حسابهم ان اولادهم في المدرسه في الوقت ده، فكون الولاد يبقوا موجودين فحقيقي ده هيعمل حاله من الخلل والبلبله في البيوت المصريه، وبالتالي ان شاء الله انا عايزه اقول لحضرتك يا دكتوره رانيا ان ده الموضوع اللي كل الامهات بتتكلم فيه دلوقتي، يعني بالظبط. الموضوع ده مطروح على قبل ما الساحه صوتهم يوصل، قبل ما يعني بس قبل ما صوت الست المصريه يوصل لمكان شغلها، او ده مطروح بينا احنا كسيدات، لكن كون ست رئيسه يعني بيستبق الامور وبيحاول ان هو يوجد دايما يعني حلول استباقيه لاي مشكله تتعرض لها الاسره المصريه وتتعرض لها المراه المصريه حفاظا على كيانها وعلى كرامتها وتقديرا لدور المراه المصريه، اعتقد يعني ده يستحق كل الاشاده وكل التقدير. وزي ما قلت لحضرتك الحقيقه مهما يعني كلمات الشكر كلها غير كافيه الحقيقه لست الرئيس. بشكر حضرتك دكتوره رانيا يحيى عضو المجلس القومي للمراه، وزي ما قلنا انه يمكن كل الستات اللي عندهم اولاد رايحين المدارس كلهم كانوا بيسالوا نفسهم كل واحده هتعمل ايه لو نزلت الشغل ورجعت تشتغل كل يوم من الصبح لغايه، يعني في ستات شغلها الأربعة والساعة 4 والساعة 5 والساعة 6 بياخد وقت طويل، فبتبقى قلقانة على الأولاد. المدرسة كانت بتحل المشكلة دي لأنه المدرسة الولاد بيروحوا والأم بتبقى مرتاحة طول النهار، حاسة إنه في أمان، ابني في المدرسة وهيرجع الساعة 4 أو كده هكون أنا روحت. دلوقتي هو في البيت وعايز متابعة، فالدراسة الإلكترونية